وثق تاريخ مؤسستك، وثق تاريخ عائلتك، وثق تاريخك الشخصي. آثار للأعمال التاريخية والتوثيق، فريق متخصص وذو خبرة طويلة متميزة. استلم توثيقك على شكل فيلم تسجيلي أو كتاب بإشراف الأستاذ عبد العزيز العويل. آثار للأعمال التاريخية. في بداية الثلاثينات الميلادية أرادت بريطانيا أن تبني لها مطارا عسكريا في الشارجة. أنقل لكم الآن الخبر بغض النظر عن الصورة السيئة التي كتبتها بريطانيا عن هذا الخبر وصاغت. ديكسون يذكر في كتابه الكويت وجاراتها أن كوكس المعتمد البريطاني في بغداد طلب منه أن يرافقه على يخته الخاص للقاء الشيخ سلطان القاسمي رحمه الله تعالى للمفاوضات الأخيرة حول مطار الشارجة. يقول ديكسون: فأخذني في يخته وصرنا بالمقربة من الشارجة، يعني بالمياه الإقليمية للشارجة. فجاءنا حاكم الشارقة على مركب خشبي متهالك. فأول ما صعد المركب الشيخ سلطان القاسمي رحمه الله تعالى، والكلام لديكسون، شاف صورة معلقة، فقال: أبي هذه الصورة. فقال كوكس: هذه صورة زوجتي. قال له: طيب أبي الأواني الفضية اللي موجودة على الطاولة. فرفض كوكس. يقول ديكسون لتقليله من شأن الشيخ سلطان القاسمي: هكذا نظرتهم لنا. وبدأت المفاوضات. قالوا له الإنجليز إن إحنا بنحط مطار عسكري عندكم، وهم الآن في المفاوضات الأخيرة طبعا بمقابل مبلغ مالي. فتردد في بداية الأمر الشيخ سلطان القاسمي، ثم يقول ديكسون: فصلى ركعتين ولم يكن معه إلا عبده. وبعد الأخذ والرد، ولأن الشيخ سلطان القاسمي كان يواجه حرجا اجتماعيا، فأهل الشارقة كانوا يرفضون وجود مطار عسكري يمثل الإنجليز في الشارقة. فقبل الشيخ سلطان القاسمي والكلام لديكسون، لكن بثلاثة شروط: الشرط الأول أن يحصل على المبلغ المالي المتفق عليه، والشرط الثاني أن يحصل على مكتب تليغراف بريدي في الشارقة، والشرط الثالث أنه بمجرد نزوله من اليخت تطلق 21 عيار ناري. فوافق كوكس على الشرطين إلا موضوع 21 عيار ناري رفض، لأنه لا تطلق هذه الأعيرة النارية إلا لكبار الرؤساء والضيوف، وهم لا ينظروا للشيخ سلطان القاسمي هذه النظرة. فمع إصرار الشيخ سلطان القاسمي وشفاعة ديكسون وافق كوكس على ذلك. يقول ديكسون: فبمجرد نزوله أخذ معه الأواني الفضية، وتم مطار الشارقة منذ ذلك اليوم إلى يومنا هذا. في الاتفاقية التي جرت بين الشيخ سلطان بن صقر القاسمي رحمه الله تعالى مع كوكس، نصت هذه الاتفاقية على ما يلي: يوافق الشيخ على منح هذه التسهيلات للشركة. أولا، يمكن للشركة أن تختار الموقع. ثانيا، يمكن إنشاء بيت للراحة على موقع تختاره الشركة للمسافرين وطاقم العمل محلا للإقامة لهم. ثالثا، يمكن للشركة أن تستورد ما تحتاج وهي معفية من الرسوم. رابعا، لا يسمح بدخول الموظفين والمسافرين إلى الشارقة بدون إذن الشيخ، ويتحمل الشيخ مسؤولية حماية الطاقم والمسافرين. يؤمن الشيخ 35 حارسا ورئيسين للحرس مقابل المذكور على حكومة بريطانيا تقديم التالي: أولا، دفع رواتب الحرس. ثانيا، دفع أجرة لمحطة الطيران. ثالثا، دفع أجرة بيت السكن والراحة. رابعا، تدفع الحكومة على أقساط المبالغ التي يراها المهندس معقولة. خامسا، بسبب المسؤولية التي قبلها الشيخ يدفع له معونة مالية. سادسا، ضريبة هبوط تدفعها الطائرات التجارية
ولا يحصل رسوم من الطائرات الملك. سادسا ضريبة هبوط تدفعها الطائرات التجارية ولا يحصل رسوم من الطائرات الملكية. وكل هذه الشروط تمت الموافقة عليها من الشيخ سلطان بن صقر القاسمي مع شهادة حميد بن علي بن حميد وعيسى بن عبد اللطيف. تلقى الشيخ سلطان بن صقر القاسمي رحمه الله تعالى شروط المفاوضة بينه وبين بريطانيا التي مثلها المعتمد البريطاني في بغداد كوكس والمعتمد البريطاني في الكويت ديكسون. إلا أن الشيخ سلطان بن صقر القاسمي لم يعجبه ما جرى. أنا أتحفظ طبيعة عن الوصف الذي ذكره ديكسون حول اللقاء الذي تم بينه وبين الشيخ سلطان بن صقر القاسمي، فهو أظهر الشيخ سلطان بن صقر القاسمي على وجهته الخليجية والشعبية في بلده على أنه إنسان فقير محتاج لعطاء الإنجليز ومع الحاجة التي كانت موجودة عند الخليج، لكنها ليست بهذه الصورة التي وصفها حبيبهم. لا شك هذه الإنجليز لا يؤمن جانبهم. فالشيخ سلطان بن صقر القاسمي انتظر طويلا، انتظر ما تم الاتفاق عليه من بنود بينه وبين بريطانيا، فأرسل رسالة في سنة 1932 وهي محفوظة في الأرشيف البريطاني يسأل ديكسون عما تم عمله، وذكر لهم في الرسالة أنه يتعرض لحرج اجتماعي، فهو يعيش بين مواطنين يرفضون مثل هذا الوجود البريطاني في الخليج، حتى وإن كان هناك مبلغ مالي يتقاضاه المواطن الإماراتي أو الشعب الشارقة في ذلك الوقت دون فائدة تذكر. فطالب الشيخ سلطان بن صقر القاسمي الاستعجال بذلك، ومع تدخل حاكم الكويت في ذلك الوقت الشيخ أحمد الجابر لضرورة إتمام هذه الصفقة وأنها تعود بالخيرية على الشارقة، إلا أن الشيخ سلطان أبدأ في هذه الرسالة مخاوفه من الجانب البريطاني وأنه لن يتم الأمر إلا بصالحهم، يعني يأخذون مالهم فينشئون المطار لكن في المقابل لن يستطيع أهل الشارقة أن يأخذوا ما تم الاتفاق عليه سواء في الحصة المالية أو وجود البريد البريطاني وتسهيل وصوله إلى الشارقة أو غير ذلك مما تم الاتفاق عليه. في رسالة ديكسون إلى شيخ الشارقة في سنة 1932 يشرح فيها للشيخ أن حكومة بريطانيا لن تتدخل في أرض الشيخ ولا في شعبه ولن تقتطع جزءا من أرضه وأنها تحترم حريته وسلطته على أرضه وشعبه، كما أنها ستدعم الشيخ في حال هدده أحد شيوخ الساحل الآخرين، ولا يسمح للمجرمين باللجوء إلى بيت الراحة وسيكون للحرس تحت إمرة الشيخ، كما سيكون له الحق في منع من يريد منعه من شعبه. الحقيقة ومن خلال القراءة في الوثائق البريطانية التي تكلمت عن معاهدة قيام مطار الشارقة البريطاني، أستطيع أن أقول أن القواسم وأهل الشارقة كانوا على مستوى من الطيبة وحسن النية والغفلة أيضا، وأن الطرف الآخر كان بمستوى من الدهاء والخبث والمكر وسوء النية وسوء المقصد، وأنه ليس له صديق، ليس له صاحب، صاحبه مصلحته الخاصة. ولذلك من يقرأ في التقرير الذي تكلم عن هذه المعاهدة يجد كيف كانوا ينظرون إلى الطرف الآخر، إلى القواسم. يعني مثلا التقرير يتكلم أن الشيخ القاسمي كان مصرا على أن يكون المطار مدنيا لا عسكريا، يقول فسألتهم عن هذا السؤال ووصفه بوصف اللاذع، ما سببه؟ قال إخواني وأبناء الشارقة يرفضون أن يكون المطار عسكريا حتى لا يقصف من جهة فارس. ثم قال طلبوا مني أن لا يتم التوقيع حتى تصل باخرة البريد. قلت هذا أمر يستحيل، لأنه كان من شروط الاتفاق
أن تصل شاحنة البريد. الأمر الثالث أنهم كانوا مترددين كبير التردد في هذه المعاهدة وفي وجود بريطاني ممثل في المطار، لكن لولا الحاجة ما صنعوها. أعراب بادية يسكنون في الصحراء لا يجدون ما يأكلون، ويأتيهم هذا الخير والإغراء المالي، لا شك أن النفوس تضعف أحيانا وينظر إلى مصلحة، لكن على الأقل أخف الضررين، ما يكون المطار عسكري يمثل وجود عسكري مسلح للوجود البريطاني. وبريطانيا لا ترد طبعا على مثل هذه الدعوة، قامت المطار وكان مطارا عسكريا للأسف. لكن الذي أعجب منه أيضا أننا وصلنا إلى درجة من الغفلة، أنا أتكلم عن الخليج وعن العرب عموما في ذلك الوقت، أننا نجري اتفاقات، وبعضنا ممكن لما كان يوقع هذه الاتفاقات لا يظن في يوم من الأيام أن هذه الاتفاقات ستنشرها بريطانيا في مكتبتها وتجعلها مفتوحة للجميع، وستنشرها بعض دولنا وتجعلها مفتوحة للجميع. هناك ظروفها، هناك وقتها، هناك حاجتها. ولا شك أنه لو عاد الزمان بأجدادنا اليوم وعلموا ما صنعت بريطانيا بتلك المعاهدات ونشرها، وكلها وثائق سرية أو أكثرها وثائق سرية، ما أجروا تلك المعاهدات، لأنهم على مستوى من الدين والأخلاق والمروءة في غالبهم يرفض مثل هذه الأشياء. العدو لا يؤمن جانبه. بسم الله الرحمن الرحيم. رغبة في الوصول إلى مساحة جغرافية واسعة وتسهيلا على القراء، فقد قمت بإنشاء متجر إلكتروني لبيع كتبي القديمة والحديثة بنسخ إلكترونية فقط. يمكن الاشتراك في المتجر والدفع فيه بكل سهولة والحصول على نسخة إلكترونية.